عايزين يعني نتابع مع حضراتكم ونفكركم بمباريات الغد في كاس العالم. بكره كاميرون وصربيا الساعه 12 الظهر على استاد الجنوب، كوريا الجنوبيه وغانا على استاد المدينه التعليميه الساعه 3، البرازيل وسويسرا وتاني مباراه للبرازيل على استاد 9/7/4، والبرتغال واليوروغواي، وده ماتش حلو قوي قوي 9 مساء على ملعب اللوسيل او استاد اللوسيل. دودار كان عندك تصور كده ل عندك تصور برضه ما شاء الله انا هو واحد انا هو طيب عندك تصور لتوقعك لمين هيتاهل ومين الفرق الخريطه بتاعه التاهل لكاس لكاس العالم؟ برضو السادة المشاهدين يكونوا مركزين معانا برضو ان 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 البطوله السنه دي المستويات كلها متقاربه جدا. شايف ان برضو عشان خاطر يبقى الامور واضحه، لو جابوا لنا على الشاشه دي الخريطه بالظبط. يعني عندك المجموعه الاولى يا كابتن، انا شايف ان هولندا والاكوادور يقدروا، هولندا تصعد اول والاكوادور يصعدوا ثاني. المجموعه الثانيه انجلترا وامريكا، انجلترا بشكل كبير جدا هتصعد، وامريكا المجموعه الثالثه الارجنتين والسعوديه، الارجنتين تطلع هتصعد مركز واحد كده بس. المجموعه الثانيه اللي هي انجلترا وامريكا بالظبط. انجلترا انت بتقول انجلترا وايران وويلز وامريكا. انا شايف ان انجلترا وامريكا، انجلترا هتكسب ويلز. انا شايف كده انجلترا وامريكا هتكسب ويلز. طب تراهن على كام ان انجلترا مش تكسب ويلز؟ احنا بنتكلم بحكم اللي احنا شفناه. ماشي، طب طلعنا على كام بس؟ مش على كام، على حمام. ماشي، حمام رز على اكله حلوه صح. طلع على اكله ماشي. انجلترا لا لا ده دار عمل. لا لا بص يا ياسر، ايه بقول لك، ياما راهن قبل كده ما عملش حاجه. لا 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 ده استاذ ياسر، استاذ ياسر اطلع معايا كده جملي بعد الحلقه يا استاذ. طيب على اكله حلوه، انجلترا مش هتكسب ايران، انجلترا مش هتكسب، انجلترا مش هتكسب ويلز، انجلترا تكسب. ماشي، ولو التعادل ايه اللي يعسر؟ ماشي كمل. المجموعه الثالثه عندك الارجنتين والسعوديه، انا شايف ان السعوديه تقدر تكسب المكسيك، المكسيك ادائهم مش احسن حاجه، فشايف الارجنتين مع السعوديه. المجموعه الرابعه فرنسا والدنمارك، شايف ان فرنسا تصعد، هي اقوى فرقه في البطوله لحد الان، عندهم من الحلول قدام جريزمان، امبابي، ديمبلي، جيرو. شايف ان لا فريق منتخب ماشي. قوي جدا ماشي. فشايف فرنسا والدنمارك لحد دلوقتي معايا صح. المجموعه الخامسه شايف ان اسبانيا والمانيا، المانيا النهارده التعادل ده هيدخلهم في البطوله تاني، في اسبانيا والمانيا. المغرب ايه؟ ما انا جاي لك في المغرب. ماشي. المجموعه السادسه انا شايف ان المغرب هتبقى مركز اول، المغرب وكرواتيا بقى. المغرب وكرواتيا. وكمان المجموعه السابعه هتبقى البرازيل وسويسرا، المجموعه الثامنه البرتغال وغانا. ماتش غانا الماتش اللي فات انا متوقع ان غانا تقدر تكسب الماتش اللي جاي، عندهم ماتش مهم جدا مع كوريا الجنوبيه. بنسبه كبيره غانا تكسب الماتش ده. يلا اللي انا عايز اقوله بقى، استنى اسيب بقى الراجل اللي هيتوقع. خليهم انا بتوقع في الاخر. طب انت تتوقع مين في طرفي النهائي؟ البرازيل وفرنسا. البرازيل وفرنسا. خد بالك برضه عشان خاطر كاس العالم، البرازيل لو لعبت اي حد هتكسب. انا متوقع ان البرازيل هي اللي هتاخد البطوله. برازيل جامدين. خد بالك برضو يا كابتن في حاجه مهمه جدا، بس نيمار يرجع مهمه جدا، ان يرجع بعد ما دوري ان 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 في الدور الثمانيه انجلترا هتلاعب فرنسا، ده على حسبتي انا، وامريكا هتلاعب الارجنتين، واسبانيا هتلاعب البرتغال، والمانيا هتلاعب البرازيل. انت فالماتشات كلها صعبه جدا ومستويات متقاربه. فلو البرازيل اتجاه الارجنتين وفرنسا اتجاه البرتغال، تحس ان اي حد ممكن يكسب اي حد. مين تحس يعني؟ بص كلها مستويات متقاربه، تحس ان كل حد ممكن اليابان كسبت المانيا، كوستاريكا كسبت اليابان، السعوديه كسبت، بس انا شايف ان انا متوقع هيحصل مفاجات، هيحصل مفاجات كبيره مع فرق كبيره كمان. مش شايف ان يبقى في مفاجات. انا شايف ان هيبقى في مفاجات الدور ال 16، هيبقى في مفاجات كبيره. وهتقول ايه؟ ماشي ممكن، لكن انا شايف ان 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 الطريق البرازيل في اتجاه الارجنتين، فرنسا اتجاه البرتغال، في دور الثمانيه انجلترا مع فرنسا، امريكا مع الارجنتين، اسبانيا مع البرتغال، المانيا مع البرازيل، 8 منتخبات اقوياء جدا. وكابتن خد بالك برضه يا كابتن، في دوري المجموعات الفرق بتبتدي دايما بمستوى اقل، بعد كده يعلى، بعد كده يعلى، وده الوضع الطبيعي في المنتخبات في كاس العالم يعني. ماشي، توقعات كل ماتش بكره، ماتشات بكره معتزل الاربع ماتشات، كاميرون صربيا، كاميرون، كوريا غانا. انا اتمنى طبعا غانا. لا لا التوقع، بس كوريا يعني ما عايزه تكسب، فهيبقى ماتش كوريا. البرازيل وسويسرا، لا طبعا البرازيل طبعا، البرتغال واليوروغواي،
ده ماتش حلو قوي، بس انا متوقع البرتغال تكسب. مفيش حد هيتعادل خالص. هاخدوا دار الكاميرون وسربيا، لا ممكن يحصل تعادل، اقول كاميرون ممكن تكسب. طبعا. كوريا الجنوبيه وغانا، شايف غانا تقدر تكسب. كوريا مش في احسن حالاتها. برازيل وسويسرا، شايف ان البرازيل سويسرا بقى قول سويسرا بقى ده البرازيل. ايوه انا بتريق طبعا. البرتغال والاوروغواي عندهم مهاجم مفاجئه البطوله، لعيب كويس جدا، لعيب توتنهام، لعيب كويس قوي. البرتغال والاوروغواي، وانا نفسي ان البرتغال تكسب البطوله ديت، مع ان هيبقى صعب شويه، لكن عشان كريستيانو رونالدو انا بحبه جدا يعني. ماشي، دي توقعات. طب توقعاتك انت يا كابتن؟ ما هو شالوا الماتشات هتجيبوا يا عم، انا هحفظها في ساعه واحده. انا كاميرون وصربيا تعادل، كوريا الجنوبيه وغانا تعادل، البرازيل وسويسرا البرازيل، البرتغال وريجواي البرتغال. دي توقعاتي لماتشات بكره. اينو شرفتني حبيبي ميدو، شرف ليا، انا ببقى دايما موجود معاك. وهارد لك على موضوع النادي النصر يعني، وكابتن ياسر، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى في حاجه كويسه ان شاء الله. ياسر طبعا، وجود لك لكابتن ياسر رضوان طبعا، واحد من اللعيبه الكبار يعني، انا اتشرفت ان انا لعبت معاهم دويدار، شرفتني. دايما مبسوط يا كابتن، وبتشرف ان اكون مع حضرتك وبرده مع اينو، حد من الشخصيات المحترمه جدا، وبالتوفيق في مجال التدريب بتاعك ان شاء الله. شكرا دويدار. دي كانت حلقة النهاردة، تصبحوا على خير، اشوفكم بكرة على خير بإذن الله.